بجولة على المواعيد السقفية وبدعوة من جماعات إيمان ونور إقليم كسروان العالي، ريسيتال ديني مع المرنمة جمانة مدور ب 27 شهر، والهدف مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة أمسية فرح وعطاء يوم السبت المقبل إذن الساعة 7:30 بالأوراتوار القديسة تيريز بالسهيلة. آخر كلمات نزار هو عنوان كتاب لعرفان نظام الدين، صدر عن دار الساقي وهو عبارة عن صورة بانورامية لنزار قباني من خلال معرفة مؤلف الكتاب لنزار قباني، هو يلي كان الأكثر قربا ومتابعة ومعايشة له. نسمع من قادم الساهر من كلمات نزار قباني. إن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان سيدتي بطولا الأحزان لم يدخل بطولا الأحزان أن الدمع هو الإنسان. أمسية شعرية بعنوان نور رمضان بكرفان السلام من طرابلس لكل لبنان، بتنظمها مؤسسة الصفد الثقافية بمناسبة حلول الشهر الفضيل بمركز الصفد الثقافي شارع رمز الصفدة، وبيحيي الحفل الفنانة أميمة الخليل، الموعد بكرة الساعة 10 المساء. ضمن برنامج احتفالات جمعية راهبات الصليب بمناسبة عيد الطباوة أبونا يعقوب بدير الصليب، اليوم موعد مع الساعة 7:30 مع ريسيتال بتقدموا جوقة أبونا يعقوب بباحة الضريح ببقنايا. يا أبونا يعقوب من الله محبوب، أعمالك خيرية نعمة سماوية من عند المصلوب. يا بونا يعقوب امسالك في جل الدين وقبالك دير الصليب. بكره بيوقع الكاتب نامي مخيبر كتابه الاول يلي بيحمل عنوان مس فاتيكان، كتاب بيتضمن اكثر من 40 قصيده باللغه الفرنسيه، وخلال حفل التوقيع رح يقدم الفنان مايك ماسي اغاني اختارها من هالكتاب، الموعد بكره الساعه 5 بعد الظهر ببادارو، رح نسمع من مايك ماسي. ضمن الأمسيات الرمضانية اللي بقدمها مسرح المدينة طيلة الشهر الفضيل عدة محطات، بكرة الهوى شرقي عنوان لليلة مع بقدمها طلاب المعهد الموسيقى الوطني العالي من أعداد شرب الروحانة، ويوم الجمعة نسرين حميدان اللي رح بتكون كمان اليوم ضيفتنا لنحكي أكثر عن هالأمسية ومواعيد أخرى. منسمع من شرب الروحانة. شو عملت الروزانة الله يجازيها عالروزانة عالروزانة كل الحالة فيها شو عملت الروزانة الله يجازيها يا رايحي عحالة بحبي معك مرا يا محملين العينة تحت العينة أوتيل البستان عم بيقدم سهرات وأمسيات شرقية، وكل جمعة وسبت لغاية 19 تموز موعد مع الفنان زياد الأحمدية وفرقته الموسيقية.
بدعوة من رابطة أصدقاء كمال شمبلاط ندوة بعنوان ندوة روحانية نورانية من واحد فيلم الوثائقي كمال جملات الشاهد والشهادة لهادي زكاك. بتتضمن الندوة عرض لمشاهد من الفيلم ومحطات مع كواليس التصوير بالهند. الموعد اليوم الساعة 4:30 بمقر رابطة أصدقاء كمال جملات بكليمونسو. رئيس حزب التقدم الاشتراكي. Vous savez, moi je me défends d'être musulman ou chrétien. Et ce que j'ai tenté toujours de faire, c'est de faire sauter le mur pour avancer. فالحرية الديمقراطية والحريات الفردية كلها أصبحت ضرورة ماسة في جميع الأنظمة العربية. ضمن البرنامج الأسبوعي اللي بيقدمه البلونوت كافيه بالحمراء اليوم الأربعاء موعد مع الفنانة عزيزة. لهون بنكون وصلنا بنكون عملنا جوله سريعه على ابرز المواعيد السقفيه. رح نرجع عند جوال لحتى نشوف حركه السير. من جوله على المواعيد السقفيه الى جوله على الطرقات لنعرف اكثر عن احوال السير. رح نبدا من جسر سليم سلام، حركه كثير خفيفه على جسر سليم سلام بالاتجاهين، بننتقل الى الزلقه، حركه ناشطه من دون توقف للسيارات، هو المشهد يلي عم نشوفه منذ بدايه شهر رمضان، لانه بعتقد انه الناس طبعا هيك بترتاح شوي صباحا وبتخفف، وبالاضافه الى انه انتهى الموسم الدراسي، كمان مثلث خلدي حركه خفيفه جدا على المحاور. معنا المعاون توني بشعلين من غرفه التحكم للمرور ببيروت، مرحبا. صباح الخير جوال، يعطيك العافيه. كيفك وانت كمان؟ نحن كنا عم نقول انه بشهر رمضان بتخف اجمالا حركه السير الصباحيه، وكمان هالشيء عم بيترافق مع نهايه المدرسه، يعني ودعنا. نعم صح، بسبب هو انتهاء العام الدراسي لمعظم المدارس والجامعات، ومع حلول شهر رمضان المبارك بنلاحظ تغيير كبير بحركه المرور وخاصه صباحا، وفي السبب هو اختلاف الدوام خاصة بشهر رمضان بين المؤسسات العامة وبعض المؤسسات الخاصة. مزبوط. يعني بيتوزع السير في دوام من الساعة 8 للساعة 2 وفي من 9 للوحدة، هون بيختلف السير بيتوزع الضغط الصباحي. أكيد. بنبدأ من مدخل بيروت شمالي يلي عم يشهد حركة سير ناشطة من الكازينو باتجاه نهر الكلب دبي لكثيفة من أونتلياس جل الديب نهر الموت، أما الدورة الكارنتينا شارل حلو حركة سير ناشطة. لما بنقول بنبلش بناشطة بتصير كثيفة، يعني بيكون السير ماشي بصير يوقف شوي شوي. نعم صح. أوكي. الكثيف يعني في توقف للسير. أوكي. يعني كان المفروض على طول صباحا يكون توقف السير من دبي باتجاه نهر الموت، هلا عم نلاحظ السير عم يتوقف من أونتلياس جل الديب نهر الموت، بس هالمرحله عم بصير في توقف للسير ضاغط. نعم. بولفار سن الفيل الاشارات الجديده عم يشهدوا حركه ناشطه باتجاه الصالوم الحايك سوق الاحد. نعم. المدخل الشرقي الجبلي عم يشهد حركه طبيعيه لناشطه باتجاه الجمهور الصياد دون اي توقف. المدخل الجنوبي حركة ناشطة خاصة على مثلث خلدي باتجاه بيروت، المدينة الرياضية الكولا وسليم اسلام الوسط ناشطة، محور العدلية المتحف البربير كورنيش المزرعة بعد الحركة مقبولة، أما واجهة بيروت البحرية حركة طبيعية دون أي توقف. نعم. عنا أشغال أعمال تحفير الأسفلت وإعادة التعبيد بشارع شفيق المؤيد وشارع سرسو بمنطقة الأشرفية مارن أولى، اعتبارا من الساعة 7 من صباح اليوم بلشوا بالأشغال لغاية الساعة 6 من نفس التاريخ، وهالأشغال عم تؤدي لمنع وقوف ومرور السيارات بالشارعين المذكورين وتحويل السير لطرقات فرعية. أوكي. وغيرها هيدي بالنسبة لحل الطرقات. هاي بالنسبة نعم لحل حوادث السير. الحوادث اللي تسجلت خلال هال 24 ساعة الأخيرة وتسببت بجرحى كان عددها 2، نتج عنهم 3 جرحى. الحمد لله على السلامة، خير شو حلو هالرقم.
نعم كثير منيح الحمد لله ما كان في عنا وفيات لهالليلة وحتى عدد الحوادث قليل. نعم فأكيد بالإضافة عم بيصير في عنا عدد حوادث بسيطة والحمد لله عم مش مشكلة هول مش محسوبين يعني هاو يعني عم تقتصر أضرارهم على الماديات. عظيم كثير منيح إن شاء الله هيك منضل. شكرا لك المعاون توني بشعليني يعطيك العافية. منحكيكم بكرة الله معك. بريك جديد ومنرجع من بعده منتابع أخبار الصباح.